مثال مثلا ريفالينو كان حديث ميكاليلي ميكاليلي هو ريفالينو يوم كان يجي ويجمع الهلال ذيك الايام كان حديث الهلال كان حديث الصحافه البرازيليه والصحافه العالميه اعظم لاعب من اعظم اللاعبين اللي سطروا تاريخ كره البرازيل صح ولا لا؟ صح. وجوده عندك هنا في يسمون هذا التسويق للدوري السعودي. انت الان مثلا توبتن هذا وش هي؟ توبتن هذا تسويق للدوري السعودي. بلاتيلي بغض النظر عن مشاكله لكنك انت تعاقد نادي الوحده معه بيطرح اسم يعني اسم الوحده واسم الدوري السعودي هذا القصد. لكن مثلا انا ضد مثلا نجيك كمثال يعني مثلا لو جينا الان وتكلمنا على لاعبين اعمارهم 38 سنه بوفون مثلا لا بوفون يعتبر زي بلوتيلي طبعا ولا شعبيه هذا حديث هذا اعتقد من اعظم الحراس على مستوى العالم وحارس يستطيع انه يعطيك سنتين ثلاث سنوات فوق ال 40 بوفون حتى لو كان فوق ال 40 يعني بوفون اعتقد يعني شفت عصام حضر عمره 46 او 45 سنه ولا صحيح 45 يعني بوفون اعتقد عنده القدره على انه يجي ويسوي ترويج وتسويق للدوري السعودي وللنادي اللي مثلا يريد ان يفاوضه. نفس الشيء بالنسبه للاعبين العالميين احنا محتاج يعني خلي اجيب لك كمثال. تصور مثلا بيرلو العام اللي راح مثلا توبتن هذه الفكره انها موجوده عندنا العام اللي راح واحنا جبناه. تكلم على بيرلو اللي راح للدوري الامريكي اعتقد أي. لو جاء عندنا هنا الصحافه الايطاليه اللي لذت الصحافه الايطاليه اللي ما حد يعرفها الدوري السعودي هذا سيكون حديث المجتمع بالنسبه لهم. انيستا اللي راح اليابان انيستا استفيد منه داخل الملعب وحتى لعيبه الشباب حتى ابراهيموفيتش يا سلام عليك. خلينا نسمع صوت السويد. انا بالنسبه لي اول شيء